الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومي وعلوم مشايخي وتلامذته وقراء صحيحي وشرحي في الدارين آمين. الباب 24 من الكتاب 45 كتابه فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. باب من فضائل سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وهو الأنصاري الذي حكم في بني قريظة عندما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم: تقبلون حكم من؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بني قريظة خانوا النبي خيانة عظمى، كان بينه وبينهم معاهدة، أرادوا أن يدخلوا جيش الأحزاب من جهتهم حتى يجتاحوا المدينة، وبينه وبينهم معاهدة، هذه تسمى خيانة عظمى في الأحراف الدولية. فلما أنهى الله سبحانه وتعالى الأحزاب بالرعب والريح وجلوا عن المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة حتى نجليهم، لأنهم محل خطر علينا، كانوا يدخلون هذا الجيش علينا من جهتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم، فلما نزلوا على أمر النبي وضعفوا خيرهم النبي: يقبلون حكم من؟ يعني ما فيش بعد كده بقى عدالة، يعني ده حتى يعني ما فيش قاضي يقول للمجرم اختار اللي يحكم عليك، انا مش هحكم عليك، ما حصلتش دي في التاريخ. في من خانه خيانة عظمى كادت تهلك جميع المسلمين، هيدخلوا جيش 12,000 مقاتل في المدينة اللي كان عددهم 3,000 ساعتها. وبالتالي كان النبي يعني من اكثر الناس شفقة حتى على بني قريظة. بني قريظة اختاروا سعد بن معاذ، قالوا نرضى بحكم سعد بن معاذ، لان سعد بن معاذ رابعهم وصديقهم وتاجر معاهم منذ طفولته، فبينهم صداقة، قالوا هو ده حبيبنا، ده سعد بن معاذ هو ده اللي يحكم فينا. سعد بن معاذ لا يخاف الله خوف ايه يعني لومة لائم، وكان قد اصيب بايه بسهم في اكحله، اكحله يعني ايه في ذراعه، في وسط ذراعه امام المرفق، في اثناء حفر الخندق في مواقع الخندق اصيب بسهم، وكان مريضا، اصابته حراره ورعده بسبب الجرح. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل عن سعد، فقالوا مريض يا رسول الله، قال ائتوا به، جابوه على حمار وهو منهك، حرارته عاليه ومرتفعه، وحتى هو دعا دعوة قال: اللهم إن كان هذا هو آخر العهد بقتال الكفار فافجرها حتى أموت شهيدا على الجرح بتاعه. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في آخر أيامه علشان يحكم في بني قريظة، فحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى نسائهم وذراريهم، يعني المقاتلة فيهم يقتلوا، ده عادي لأن ده حرب جيش. طب والنساء والذرية تسبى رحمة بيهم، يبقي على حياتهم فيدخلوا في الإسلام ويدخلوا الجنة، يبقى حكمه كله رحمهم. فلما حكم هذا الحكم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: قد حكمت بما بحكم الله من فوق 7 سماوات، يعني لم تأخذه إيه في الله لومة لائم. هم بقى أصدقائه ومعارفه ومواليه وشركائه في التجارة على مدى طول عمره، ما قالش يا رسول الله يعفو عنهم بقى، ديهم فرصة، خد منهم مبلغ من المال، ما قالش كده، وحكم حكم الله. فهمت بقى؟ ثم بعدما حكم حكم الله فيهم، بعدها بكم يوم انفجر جرحه فسال دمه ومات شهيدا، استجاب الله دعوته رضي الله عنه وأرضاه، فنفعنا الله بهم في الدارين آمين. باب من فضائل سعد بن معاذ رضي الله عنه
بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 99 بعد 406,000، قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم اهتز لها عرش الرحمن. واهتزاز عرش الرحمن كناية عن الفرح، يعني كأنه له قدر كبير. وعرش الرحمن ده يعني يقال انه هو اعظم ما خلق الله من الخلق، هو العرش ده من حيث الحجم. واسع كرسيه السماوات والارض، يقول لك السماوات والارض بالنسبه للكرسي كحلقه في فلاه من حيث الحجم، كحلقه رميه في صحراء. السماوات والارض كلها اللي احنا قاعدين بقى علماء الفلك يقول لك مئات السنين وملايين السنين الضوئيه وملايين المجرات، كل الحاجات اللي احنا مش قادرين ندرك حتى قطر هذا الكون اللي احنا عايشين فيه بالنسبه للكرسي. واسع كرسي السماوات والارض كحلقه في فلاه، والكرسي بالنسبه للعرش كحلقه في فلاه، عشان تشوف عظم خلق الله سبحانه وقدرته سبحانه وتعالى التي تحار فيها العقول ولا تدركها حتى يعني الباب المؤمنين لا يستطيعوا ان يدركوا صفه من صفات الله وهي قدرته صلى الله عليه سبحانه وتعالى. فالعرش ده اللي هو من اعظم مخلوقات الله اهتز طربا وفرحا لخروج روح سعد شهيد على مراد الله لارتفاع قدره، لان الانسان يهتز علامه الفرح، الاهتزاز يكون علامه الفرح، فكانه فرح العرش وكان العرش فيه نوع ادراك. ودي كرامه ما سمعناهاش لحد، ما سمعناش لحد الا لسعد بن معاذ خالص من اي صحابي من الصحابه، دي حاجه خصوصيه كده لسعد بن معاذ، فنعمه الكرامه له. وعن ابي قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عبد الله بن ادريس الاودي قال حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وعن ابي قال حدثنا محمد بن عبد الله الرزي قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن سعيد عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال وجنازته موضوعة يعني سعدا اهتز لها عرش الرحمن. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعب عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير، حلة حرير، فجعل أصحابه يلمسونها بضم الميم وكسرها لغتان صحيحتان، والرواية بالضم، فجعل أصحابه يلمسونها ويعجبون من لينها، فقال أتعجبون من لين هذه لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين. شوف المناديل دي يعني الإنسان يستعملها في إزالة الأقذار والحاجات دي، يعني كأنها أدنى ما يلبس، لأنه بيستعملها في إيه؟ في الحاجات المهانة. المناديل دي بقى وإن كان في الجنة لا أقذار، لكن النبي يريد أن يبين على ايه؟ على عقل اهل الدنيا. المناديل التي لا تنظر انت اليها ولا تهتم بها ولا تعدها حتى انها من ثيابك ولا تعدها حتى انها من اموالك من كثره انها يعني لا قيمه لها، مناديل سعد الين من الايه اللي انتم بتتعجبوا ايه من لين هذا الحرير في الدنيا. واصل الندل هو ايه؟ الندل هو القذر، والمصريين لما يشتموا واحد يقول له يا ندل يعني يا وسخ، باللغه الفصيحه كده، ندل يعني يا وسخ يعني يا قذر من حيث اللغه يعني، واخد بالك ازاي؟ وان كان بيستعملوها على غير المعنى الثاني اللي هو ايه؟ الذي يتخلف عن وعده والذي لا يقف بجوار صاحبه عند حاجته اليه، يقول له يا ندل، لان دي علامه الاقذار
من صرفات القذرة إن الإنسان لا ينصر أخاه حين يطلب نصرته ويقضي حاجته حين يطلب منه حاجته، فدي أصبحت إيه شتيمة، يقول له يا نجل. فالمنديل هو الذي يزيل النجل، يعني الذي يزيل الوسخ، فهمت ازاي كده؟ يبقى المنديل هو الذي يزيل الندل، والندل هو الوسخ. دي اصلها اللغوي يعني عشان تعرف اصل الكلمه من اللغه جايه ازاي. وعنه به قال حدثنا احمد بن عبده الضبي قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه قال انباني ابو اسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب حرير فذكر الحديث، ثم قال ابن عبدة أخبرنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال حدثني قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا أو بمثله. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا شعبة بهذا الحديث بالإسنادين جميعا كرواية أبي داود. وعن أبي قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أنه أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة من سندس وكان ينهى عن الحرير فعجب الناس منها، فقال والذي نفس محمد بيده إن مناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. ودي بشارة بأن سعد من أهل الجنة كمان، بشارة ضمنية. وعن أبي قال حدثناه محمد بن بشار قال حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا عمر بن عامر عن قتادة عن أنس أن أكيدر دومة الجندل أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة فذكر نحوه ولم يذكر فيه وكان ينهى عن الحرير. باب من فضائل أبي دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنه وأرضاه. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال من يأخذ مني هذا، فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا، قال فمن يأخذه بحقه، قال فأحجم القوم. أدم لي شرط بقى، خافوا لا يوفوش بالشرط. فالنبي بيقول له من يأخذ هذا السيف، كله قال أنا، قال من يأخذه بحقه كله خاف، حتى إيه مخافة ألا يقوم بحقه، يكون هناك شرط صعب. فأحجم القوم، فقال سماك بن خرشة أبو دجانة أنا أخذه بحقه. قال مع إن إيه ما سألش إيه هو حقه، السيف حقه إيه؟ أن يقاتل به وأن يتراجع ايه اثناء القتال، فهمت ازاي؟ والا يفر. حق السيف كده، حق السيف ان تستعمله في موضع له. فهو ابو دجانة فهم حقه ايه هو، فاخذه ففلق به هام المشركين رضي الله عنه وارضاه. هام الراس، يقول لك في وصف النبي عظيم الهامه، يعني عظيم الراس في وصف النبي. ففلق به هام المشركين أي رؤوس المشركين، أي عن إيه؟ عن قتاله وشدة شجاعته. باب من فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله عنه وأرضاه، وهو من شهداء أحد. لما بتروح أنت تزور شهداء أحد بيبقى منهم عبد الله بن حرام، وإمام وأشهر شهداء أحد مين؟ سيدنا حمزة، أسد الله، سيدنا حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وعمرو الناقد كلاهما عن سفيان قال عبيد الله حدثنا سفيان بن عيينة قال سمعت ابن المنكدر يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول كان يقول لما كان يوم أحد جيء بأبي مسجا، يعني مغطى، مسجا يعني مغطى بثوب، وقد مثل به، مثل به ومثل به بالتشديد والتخفيف لغتان معناه قطعت أطرافه وأنفه وأذنه ومذاكيره، يعني وهذا يفعله الكفار من شدة بغضهم لانتقامهم من أعدائهم، لا يفعله المسلمون.
المسلمون لا يمثلون بأعدائهم عندما يقتلون. أما هذا فعل كفار، فالكفار لما قتلوا عبد الله بن حرام مثلوا به، يعني قطعوا أطرافه وأنفه ومذاكيره، فجيء به وهو مغطى على هذه الهيئة. قال فأردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي، علشان ما يتأذاش من رؤية أبي في هذه الحالة التي المشوهة يعني. ثم أردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي فرفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فرفع، فسمع صوت باكية أو صائحة، فقال من هذه؟ فقالوا بنت عمرو أو أخت عمرو. فقال ولم تبكي؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. بتبكي ليه؟ ده المفروض تفرح، ده لو شافت كيف أن الملائكة احتفوا به واحتفوا به، احتفوا واحتفوا به لإيه؟ لعظم قدره عند مولاه. فكان إيه؟ فسواء بكت أو ما بكتش، هو عند الله في مقام عالي، ما تقلقوش صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يخفف عنهم ما هم فيه من حزن. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال أصيب أبي يوم أحد فجعلت أكشف الثوب عن وجهي وأبكي، وجعلوا ينهونني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. قال وجعلت فاطمة بنت عمرو تبكيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبكيه أو لا تبكيه؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. وعن أبي قال حدثنا، يعني بكائك لا يضره وعدم بكائك لا يضره، هو خلاص في كمال النفع. فهمت ازاي؟ وعن أبي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر كلاهما عن محمد بن المنكدر عن جابر بهذا الحديث، غير أن ابن جريج ليس في حديثه ذكر الملائكة وبكاء الباكية. وعن أبي قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال جيء بأبي يوم أحد مجدعا. مجدعا يعني مقطوع الأطراف، بمعنى إيه مستلبك؟ يبقى مجدعا مقطوع الأطراف. فوضع بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر نحو حديثهم. باب من فضائل جليبيب رضي الله عنه. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن عمر ابن صليط قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن كنانة ابن نعيم عن أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مغزى له فأفاء الله عليه فقال لأصحابه هل تفقدون من أحد؟ قالوا نعم فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال هل تفقدون من أحد؟ قالوا نعم فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال هل تفقدون من أحد؟ يبقى النبي بيسأل عن واحد معين، هم يقولوا له أسماء لكن مش هو ده اللي النبي عايزه، فهم؟ ثم قال هل تفقدون من أحد؟ قالوا لا. قال لكني أفقد جليبيبا فاطلبوه. يبقى معناه ان هو لا يقبه له، يعني كونهم ما بيذكروهوش يعني لا يقبه له، يعني ما كانوش واخدين بالهم ان هو ليه مقام عالي قوي كده درجة حتى ما ذكروهوش، اذا وجد لا يشعر به واذا غاب لا يفتقد، يعني ما حدش دريان بيه يعني. فهمت ازاي؟ قالوا لا. قال لكني افقد جليبيبا فاطلبوه. فطلب في القتلى فوجدوه الى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، من الشجاعة يعني، النبي يحب الشجعان بقيمته القوة، فقال هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. قال فوضعه على ساعديه، ليس له إلا ساعد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي فضل سنده لحد ما حفروا له، شايله كده على إيده. شفت بقى ان ايه؟ ان كثير من امة النبي لا يؤبه لهم وهم من كبار الاولياء، علشان كده الامة دي امة مرحومة تحترم كلها، ما تحتقرش حد ابدا،
امه النبي دي كلها محترمه. قد يكون الانسان الذي لا يؤبى له هو ده الوالي اللي ربنا رحم الناس دي كلها عشان وانت مش واخد بالك. فما فيش مسلم محتقر، بل الكل عند الله كريم. او الصحابه ما يعني يسالهم النبي هل تفقدون من احد؟ يقولوا ايه؟ فلان وفلان وفلان وفلان، وما يجيبوش سيره جليبيب ده ولا كانوا يهتموا بيه ولا شايفينه. وبالرغم من كده طلع جليبيب ده مقامه عند الله قد ايه؟ شوف النبي بقى لفت انتباههم. وعشان كده النبي بيقول ايه؟ رب اشعث اغبر لا يؤبه له، مردود على الابواب، اذا اقسم على الله لا ابره. مش قايل كده صلى الله عليه وسلم؟ يبقى معناه انك انت لا تحتقر مسلم ابدا، لان امه النبي دي كلها امه محترمه. حتى عاصيهم محترم، لان عاصيهم اذا قارنته بالكافر فهو يبقى من كبار الاولياء. لو واحد مسلم عاصي وقدامه كافر ايهما افضل؟ يبقى العاصي ده من كبار اولياء الله الصالحين، مش كده برضه؟ ده اذا كان عاصيهم كده، فما بالك بقى طائعهم وصالحهم. فامه محترمه عاليه القدر. إياك أن تحتقر مخلوق. قال فوضعه على ساعديه، ليس له إلا ساعدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال فحفر له ووضع في قبره ولم يذكر غسلا، لأن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن في ثوبه. ده الشهيد كده. يبقى كون النبي عمل فيه كده معناه انه النبي شهد له انه شهيد عند الله كمان، لان كان كتير يقتلوا في حرب النبي ويقولوا عليه شهيد ويقول لهم ليس بشهيد. كتير مرت علينا قصص زي كده، لكن كون النبي يعمل كده فيه يبقى شهد له بالشهاده، ومن شهد له النبي يعني كفاه شهاده النبي صلى الله عليه وسلم صدقا وحقا وعدلا. باب من فضائل ابي ذر رضي الله عنه، حديث طويل نقراه غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أكرمك.